بما ان احنا مستمرين لحد الساعه 2 لازم يجي السؤال، واين كريم رمزي؟ لازم نكلم كريم رمزي نطمن عليه. يا كيمو. يا يوسف عامل ايه؟ ازيك يا حبيبي، عامل ايه، اخبارك ايه؟ اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله، كله تمام. طمنا عليك كده يا عم كريم. لا الساحه بومب الحمد لله زي الفل. بومب بومب ها؟ بومب بومب، قلنا نريح شويه كده يومين بس للاسف الراحه جت غصب عننا في اوقات مهمه لينا كلنا يعني في الكوره. معلش معلش، اهم حاجه تستريح وتقوم بالصحه بتاعتك. بومب البومب مش بومب بس حبيب قلبي، دي اهم حاجه. تشرب شوربه يا كريم، نبعت عشا. طيب كتير. نبعت عشا والنبي. ما وصل وصل، توصلته من بدري. طب قول لي، بمناسبه انه الصحه بومب الحمد لله وكده واحنا مع بعض بقى على التليفون، قول لي ايه رايك في ماتش الاهلي النهارده؟ بص انا بقى هاخد لك من الاهلي على منتخب مصر نطه حلوه كده. بس الاهلي تعالى نبدا بيه. الاهلي النهارده بيلعب بغيابات بالجمله، مش بس بقى اللعيبه اللي موجوده مع منتخب مصر في كاس امم افريقيا، ده عنده اصابات بالجمله، اصابات من كل المراكز، واصابات برباط صليبي، واصابات عضليه، وغيابات مش طبيعيه. النهارده بيلعب بمجموعه او معاه في القائمه بتاعته مجموعه من الشباب. النهارده محمد مغربي بادئ في خط الدفاع، النهارده رامي ربيعه اللي ما بيلعبش بقاله شهور، مش عايز اقول سنين كمان، شهور مع الاهلي، موجود اساسي، هو مان اوف ذا ماتش النهارده وافضل لاعب في المباراه. عندك مجموعه كبيره من اللعيبه النهارده بتشارك، وهي مستحيل اصلا كانت هتفكر تلعب في كاس العالم للانديه. النهارده لعبوا، النهارده شفنا كريم فؤاد اللي بقاله شهور عايز ياخد مكان في تشكيله الاهلي من ساعه ما انضم للفريق وما عندوش مساحه انه ياخد مكان، النهارده بيلعب في ماتش قدام مونتيري المكسيكي في كاس العالم للانديه. النهارده الاهلي بقى بعيدا عن الشعارات او بعيدا عن الجمل الرنانه، يعني انت بتتكلم في فعلا الجمله بتاعت الاهلي بمن حضر النهارده اثبتها 100%. انا هقول لك حاجه بصراحه، انا ما كنتش متوقع اصلا ان الاهلي يكسب المباراه. الاهم من ده او اللي اصعب من ده، انا كنت متصور عشان الفرقه اللي بيلعبها النهارده الاهلي دي فرقه كبيره ومهمه جدا، كنت متصور الاهلي ممكن يخسر النهارده بنتيجه كبيره، لكن النهارده الاهلي عمل مباراه محترمه وعمل مباراه كبيره باي مجموعه من اللاعبين لابسين تيشيرت النادي الاهلي، عملوا مباراه محترمه يستحق كل لاعب في الفريق ده التحيه، وتستحق اداره النادي الاهلي والجهاز الفني للنادي الاهلي التحيه ايضا، لانهم في كل تصريحاتهم كان عندهم جمله واحده بس، مصلحه منتخب مصر اولا. فالنهارده فرحنا بالنادي الاهلي ممثل مصر زي ما احنا فرحانين بمنتخب مصر، وزي ما النهارده رامي ربيعه اللي ما كانش بيشارك ابدا وما كانش بيلعب مع النادي الاهلي ابدا الفترات اللي فاتت وكان على وشك الرحيل من شهرين، رامي ربيعه كان معانا على التليفون في رقم 10 من شهرين تقريبا، وهو يعني ايه الكلام على رحيله، هيروح فين؟ هيروح بنيه الاعاره ولا البيع ولا خلاص ماشي من الاهلي، الراجل مش عايز. النهارده افضل لاعب في المباراه في كاس العالم للانديه.